يا مساء الهنا ومساء السعاده على كل مشاهدين الصحه والجمال في برنامجكم مطبخ الصحه والجمال مع حضراتكم الشيف ماجد فوزي حمزاوي والمساعد الجميل فوزي اشرف. النهارده ان شاء الله باذن الله هنفتتح اولى حلقاتنا، الحلقات اللي هي بعد العيد على طول. هنعمل حاجات اكلات خفيفه مشهوره جدا في الشوارع وبالذات في ايطاليا. هنديكم مخبوزات واحلى المخبوزات، البيتزا يحبها الصغير والكبير. هنعمل مع حضراتكم النهارده البيتزا الايطالي بطريقتنا الخاصه الجميله البسيطه السهله في مطبخ الصحه والجمال. واول ما نبدا نقول بسم الله على بركه الله، هنعمل لها حشوات كتير مختلفه، كل واحد اللي يحب الحشوه اللي بتيجي على مزاجه يعملها، لكن هندي السنتر الرئيسي في العجينه الاساسيه بالطعم الجميل بتاعها. يلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه معانا كيلو من الدقيق، حوالي 8 كوبايات من المجات، 8 كوبايات من الدقيق او كيلو من الدقيق معيار بالكيلو وبالمجات. ومعايا حوالي معلقه من اللبن البودره، ربع معلقه من البيكنج باودر، معلقه من الخميره، هضيف عليها 3 معالق من السكر. هضيف عليها 3 معالق من السكر. اول حاجه نبدا نعمل عجينه البيتزا، 3 معالق من السكر كبيره اهي، في معلقه من الخميره، هننزل بيها بالميه بسم الله، شويه من الميه في قلب العجينه واقلبها كويس. الخميره مع السكر اقلب كويس جدا، اقلب يا فوزي. بعد كده هنزل بالدقيق وانزل بالبيكنج باودر، ربع معلقه بالظبط من البيكنج باودر واللبن البودره. بعد كده نديها التطعيمه الجميله او التست الجميل اللي ممكن نستغنى عنه، هو الزعتر او الحبهان الهيل المطحون. الزعتر، هنبدا بالزعتر، الحاجه الجميله اللي البيتزا المشهوره في ايطاليا اهي. هنحط حوالي معلقه كبيره من الزعتر، الريحه بتاعته جميله جدا، اقلب كويس. بعد كده ادي رشه ملح، والمقادير قدام حضراتكم على الشاشه على طول، رشه الملح. بعدين انزل بمعلقتين زيت زيتون، معنديش زيت زيتون، معلقتين زيت عادي، واحد عدد من البيضه، واحد بيضه، معلقتين من زيت الزيتون. نطعم او نشكل العجين بتاعنا، بيبقى التست بتاعه تست عالي. ممكن استغنى عن البيض والزيت، او ممكن استغنى عن الحاجات واعملها بالميه الدافيه، لكن احنا تركاتنا دايما بنجيبها لكم مظبوطه 100% عشان تطلع معاكم الطعم الاصيل زي المحلات بالظبط. معلقتين او 3 معالق من زيت الزيتون او الزيت العادي، بس يفضل زيت زيتون، حاجه مفيده وجميله وصحيه 100%. اقلب الحاجات مع بعضيها. بعد كده ننزل يا فوزي بالميه كلها، هتحتاج حوالي كوبايتين ونص. انزل بالميه بالخميره بالسكر، قلبناها كويس، خميره فوريه اشتغلت معايا. ممكن نشتغل بالخميره العادي الطبيعيه، نشتغل بالخميره عادي، هنقعد فتره شويه بيها، لكن دي هنشتغل بيها على طول 5 دقايق بالظبط. انزل بالكوبايه الثانيه كده كوبايتين، واعجن العجينه بتاعتي. انزل بنص كوبايه الثالثه ونستنى نشوف العجين بتاعي هيقبل تاني ولا هنحتاج ميه تاني. يا فوزي اديلها كمان نص. حشوات جميله وسهله وخفيفه جدا منها، او بسيطه اقتصاديه 100%، موجوده في كل بيت. الدقيق والحاجات المواد العطريه اذا كان الزعتر او الملح او السكر بيبقى في متناول الجميع، بنجيبها لكم بامكانيات بسيطه جدا. انزل يا غالي في مطبخ الصحه والجمال. اهم حاجه بقى ان انا اخدم العجينه بتاعتي كويس، انزل على الرخامه او على الصينيه او اي حاجه نقدر نعجنها كويس. خليك معايا، خليها معايا برضو، خليها معايا. انزل بشويه ميه صغيرين، الله ينور. ابدا اخدم بقى عجينتي كويس، شويه رياضه بقى بس كده، مش محتاج ميه تاني. العجينه تكون العجينه بتاعتي هتكون عجينه لينه مش متماسكه. بسم الله، مش محتاج ميه تاني يا فوزي، شكرا. اخد سنه صغيره ممكن زي ما احنا شايفين اهو، سنه بسنه بتحكم في العجين براحتي بس، شكرا. واخدمها كويس خطوه بخطوه بمنتهى السهوله. ممكن نعمل نص كيلو، هتعمل لنا حوالي 4 بيتزات النص كيلو. يخدم
كويس عشان تطلع النتيجه مظبوطه 100%. والعجينه بتاعتنا ترتاح حوالي 10 دقائق ضعف الحجم بتاعها. طبعا عملنا عجينه قبليها عشان نقدر نستمر على طول، وهنعمل العجينه بتاعتنا كلها مش هنبقى حاجه، نعملها على الهواء قدامكم على طول مباشر. هنعمل بالسوسيس ونعمل بالترك المدخن ونعمل بالفراخ ونعمل باللحمه المفرومه ونعمل بالجبن والزيتون، كل الاشكال هتعملوها. واللي يحب زي ما قلت لحضراتكم اي حاجه تيجي زي ما احنا شايفين اهو، العجينه اهي ما بتلزقش معايا، بتكون عجينه ملمس ناعم. اهم حاجه فيها ان احنا خدمناها كويس. بعد كده بدهن شويه من الزيت حاجه بسيطه وانزل بالعجينه، سيبه ويرتاح براحته خالص 10 دقايق بالظبط، زيت من فوق وزيت من تحت زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم اهو. بعد كده ابدا اغطيها، اغطي العجين كله. ننزل بقى بالحشوات بتاعتنا، القلايه يا فوزي تعالوا نعمل الحشوات. اول ما نبدا بالحشوات باللحمه المفرومه، وهننزل هتقلي تاني اللحمه المفرومه معانا. هننزل شويه من الزيت حاجه بسيطه خالص في طاسه ثانيه، الطاسه الثانيه القلايه الثانيه. هننزل بالبصل حوالي واحد عدد من البصل اهو. ننظف مطبخنا الاول، بسم الله مكان العجين بتاعنا. بعد كده هنبدا نعمل الحشوات، اللحمه المفرومه وصدور الفراخ كله قدام حضراتكم واحده واحده على طول ننزل بيها. بسم الله هننزل باللحمه المفرومه وننزل بالبصل. ادي اللحمه المفرومه بتاعتي اهي، ربع كيلو من اللحمه المفرومه، ربع كيلو بالظبط. هنعمل منها بتزيتين، كل حاجه هنشكل منها حاجتين اتنين. هننزل بيها بالبصله، بسم الله هضيف عليها نص بصله بالظبط، من كبيره او بصله صغيره على حسب ما تحبوها. وادي القلايه الثانيه الله ينور، ننزل بيها بحشوه تاني، بسم الله بصل نعصج اللحمه بتاعتنا تعصيج عادي جدا. بعد كده هنزل بشويه من الجزر، الفلفل الاحمر الاصفر الاخضر البارد او الحار على حسب الرغبه، فلفل قلب من جهازها قدامكم واحده واحده قدام حضراتكم. من العجينه كيلو من الدقيق، متضاف عليه معلقه من اللبن البودر، ربع معلقه من البيكنج باودر، ثلاث معالق من السكر، معلقه من الخميره الفوريه، ونضيف عليها حوالي ثلاث كوبايات من الميه او على حسب العجين ما بياخد معايا. بعد كده الحشوات بتاعتنا مختلفه جدا في كل حاجه، عايزها مطاطيه، البيتزا بتاعتي بعملها بتكون ناشفه ومش مطاطيه، خليكم معانا هنعملها مطاطيه ان شاء الله باذن الله بالصوص الكريمي او بالجبنه الكريمي والموتزاريلا معاكم. اقلب بعد كده انزل بالسوسيس في القلايه الثانيه بنفس التكرار، انزل بالبصل الاول، اعمل البصله والحشوات قدام حضراتكم على الشاشه مباشر على طول. وهنعمل الحلو البسبوسه بالسمنه البلدي مع البيتزات المشكلة الجميلة. كله ستات، كله شغال زي الفل. ادي اللحمة بتاعتي والعجينة بتاعتي لسه بتختمر براحتها، عامل عجينة تانية غيرها. ابدأ اقطع السوسيس او الصدوق زي ما انتوا عايزينه حابينه، اي حاجة تحبوها اعملوها او شكلوها في البيتزا في قلب بيتكم بالطريقة السهلة البسيطة من مطبخ الصحة والجمال. عملنا التركة الأولى، عجلنا العجين، بعد كده هنبدأ نعمل الحشوات واحدة واحدة أو خطوة خطوة قدام حضراتكم أهو. ننزل نزلنا باللحمة ونزلنا عليها بالبصل والفلفل والجزر، بعد كده ننزل بالسوسيس مع البصل وهنديله الفلفل
والجزر. التشكيلات اختياري: الجزر، الفلفل حار او بارد، حاجه بمزاجكم، كل واحد على حسب ما بيحب. اللي بيحب ان هو يكون البصل قليل ماشي، يزود بصل برضه ما فيش اي مشاكل، كله على حسب الرغبه. اللي حابب ما يعملش بيت زي البصل خالص وبالزيتون والجبنه هنعملها له، كله كل التركات وكل الحاجات بتاعتكم هيكون قدامكم خطوه بخطوه. نزلنا بالسوسيس ونزلنا بالجزر ونزلنا بالفلفل ونزلنا بالبصل، واللحمه بتاعتنا على النار. بعد كده نقطع يا فوزي الصدور بتاعتنا. يلا حبيبي قطعت، خد يا جميل قطع الصدور، قطعها لي مكعبات اي تقطيع تحبه يا فوزي. وادي الشكل والريحه الجميله. نديها بقى تركه حلوه كده، شويه من الملح خفيف بسيط، شويه من التوابل، السبع توابل المشكلين دايما بستخدمهم معايا في المطبخ الجميل: الحبهان، ورق اللوري، جوز الطيب، الفلفل الاسمر، الكزبره، الكباب الصيني، زهره الورد، كله مشكل مع كله. بعد كده اطلع العجينه بتاعتي اللي انا محضرها قبل الهواء مباشره على طول. هنعمل الاثنين اللي احنا حضرناها دلوقتي حالا واللي حضرناها قبل الهواء، كله مع بعضيه اهو، باللحمه المفرومه والريحه الجميله. بعد كده اجيب قطع يا فوز، الله ينور. بعد كده اطوق الرخامه بتاعتي عشان افرد حته عجينه بسيطه، كويرات صغيره هنبدا نقطعها. وهنعمل الصلصه على اتنين، هنعمل صلصه بالكاتشب، اللي يحبوا الاطفال بيحبوا الكاتشب جدا، ونعمل صلصه معانا صلصه عاديه جدا بالثوم والخل والتوابل الجميله. اللي حابب كده ماشي، اللي حابب كده ماشي معاكم في كل خطوه. وادي العجينه اللي قبل الهواء مباشره على طول، غطي لي العجينه دي، بسم الله. بيتضاعف الحجم، مجرد ان هو يتضاعف الحجم بتاعها. بعد كده باخد كوره صغيره خالص بحجم البرتقاله بالظبط وابدا اخدمها، نفس التكرار. غطي لي دي يا فوزي بعد اذنك، غطيها باي حاجه. بعد كده ابدا افردها على قد حجم الصينيه اللي انا عايزها، حجم كبير، حجم صغير، زي ما انتوا عايزين. صغيره ازودها شويه كمان. هات الصينيه فوزي والفرشه، ادي الصينيه بتاعتي زيت بنفس التكرار من الحروف ومن كل حاجه. بيسموها في ايطاليا اسمه العجين او العجين الحابس للحشوات، اسمها البيتزا الاصلي، اصلها اصلها ايطالي، لكن في كل البلاد ابتدعوا وعملوا وشكلوا فيها تشكيلات حلوه جدا، كل واحد فنان في مطبخه. حتى حضراتكم فنانين في مطبخكم، بتبدعوا تفننوا زي ما انتم عايزين بكل الاشكال. الاكل ملوش كبير، لكن فنه وتركاته في ذوقه وتركيباته. افرد، ادي العجينه برضه صغيره حوالي نص سنت بالظبط، واحده واحده قدام حضراتكم اهو، بسم الله. اضغط العجينه ترتاح كمان شويه، حته عجينه كمان يا عم عزب، ماشي عشان خاطرك يا عم عزب. نلمها على عنينا كبير، كيلو، هنشوف هيطلع كام بتزايه معانا، وهنشوف الحشوات بتاعتنا في اختلافها وفي الطعم بتاعها وفي الجبنه بتاعتنا هنقدر نعمل ايه وهنشتغل ازاي. هات لي طبق يا فوزي عشان نخش بالصدور على طول. واهم حاجه العجين ما يكونش فيه عرق، العجين ما يشدش معانا. انزل بيها على طول بشويه زيت، وانزل بالصدور وقطع لي بصل عليها زي ما احنا شايفين. العجينه كل ما بترتاح كل ما تفرد معايا احسن واكتر، نفس التكرار اهو، الله ينور. انزل بالبصل يا جميل، وانزل بالجزر، وانزل بالفلفل. ادي العجينه بتاعتي حوالي السمك بتاعها نص سنتي بالظبط، هفردها واعمل لها سور صغير في الصينيه زي ما احنا شايفين. هنشوف قدام حضراتكم واحده واحده وخطوه خطوه بكل سهوله،
وبساطة. كل ما العجينة ترتاح كل ما تخدم معانا كويس 10 دقايق ربع ساعة. الجو طبعا حر اليومين دول، نفس النظام ونفس التركة اهي. اعمل سور صغير، لازم اعمل سور في الحرف. ممكن نحشي السور ونعمل نظام الرول فيه، بس مش هنحشي دلوقتي، هنعمل واحدة واثنين وثلاثة وعشرة، وبعد كده نعمل في الحشوات السور برضو هنشوفها قدام حضراتكم واحدة واحدة برضو. بعد كده بجيب شوكة، بعد ما خلصت الحشو نفس الفردة كده، وادي السور بتاعنا اهو. هجيب الشوكة، بسم الله، وابدأ أعمل فتحات في البيتزا بتاعتنا من جوه. بعد كده بجيب الصلصة بتاعتنا، هشتغل بالكاتشب دلوقتي حالا، والوقت هنوري لحضراتكم برضو الصلصة بتاعتنا. هننزل بالكاتشب، بيدي طعم وتركة حلوة جدا. أول حاجة الكاتشب أو الصلصة هنزل بيها، أعمل الجدار بتاعها كامل بنفس الطريقة، بسم الله. بعد كده أغطي العجينة، لازم العجينة تكون متغطية بالذات إحنا قاعدين في تكييف عشان ما تنشفش مننا. بعد كده أنزل بالزيتون والبصل لو حبيته بصل شرايح، وادي اللحمة بتاعتنا الجميلة، اللحمة المفرومة، الحشوة بتاعتنا الأصلية الأساسية اللي احنا لسه عاملينها حالا من ربع كيلو بالظبط. هنعمل منها بيتزايتين اللحمة وعي فوزي بنفس التكرار ونفس التركة اهي. بعد كده أنزل ببصل شرايح على حسب الرغبة، لو حبيته ماشي، ما حبيتوش ما فيش أي مشاكل. بسم الله، قلب السوسيس، بصل شرايح، فلفل اصفر اخضر احمر لون شكل، حاجات جميله. لا احلى بيتزا، لا احلى، نفس التكرار، فلفل الوان، فلفل اخضر. بعد كده اضيف الزيتون، مخلي شوية صغيرين من الزيتون، حاجة بسيطة، الزيتون مخلل نفس التركة ونفس الشكل اهو. حاجة بقى ديكوريشن شكل كده نديها عشان حاجة تفتح النفس من الجزر، حاجة بسيطة. بعد كده أضيف الجبنة، قبل ما أضيف الجبنة هاخد الجبنة الكريمي، شوية من الجبنة الكريمي، أحط جبنة الأول موتزاريلا، بسم الله، شوية من الموتزاريلا اهي عليها من فوق على حسب ما احب بقى، ان هي تكون مطاطيه او تكون عاديه، مفيش اي مشاكل او ادنى مشكله خالص على الحشوه من فوق. بعد كده بضيف الصوص الكريمي بتاعي والجبنه المبشوره من فوق، الجبنه اديها سنه من الميه، حاجه بسيطه، تركه بسيطه، جبنه كريمي، اقلب اخليها سايله شويه، وعلى الموتزاريلا من فوق. واهم حاجه الفرن بتاعي ما ينفعش ان انا احطه على الشوايه مباشر عشان ما تنشفش مني، نفس التركه اهي. هنكرر على نفس النظام بالحشوات كلها المختلفه الجميله في البيتزات. ادي الصوص الكريمي عليها من فوق، اوزع بالطعم الجميل والحاجة البيت الأصيلة 100%. بعد كده أديها جبنة مبشورة، المبشورة، اصحى يا فوزي اصحى، بسم الله، الجبنة المبشورة أبشر عليها شوية زي ما احنا شايفين شكل التجميل. شوف بنشكل، بندي طبقات طبقات كاملة بعد ما العجينة بتاعتي زبطتها بالسكر والخميرة والملح واللبن البودره والبيض والزيت الزيتون على نفس الشكل ونفس الجمال. هندخلها في الفرن، اهم حاجه بقى قبل ما تخش الفرن لازم يكون الشبكه تحت، ما يكونش في نص الفرن عشان
الشوايه بتاعتي او ما تحرقليش الجبنه الموتزاريلا بتاعتي. هات انزل بالشبكه بسم الله تحت في الارضيه، يكون حاجز ما بينها وما بين الصاج، اي حاجز حتى لو الفرن العادي، وانزل بيها على درجه حراره 180 لمده 5 دقايق بالظبط. هنشوفها قدام حضراتكم في التوقيت، احسبوا الميعاد بالظبط بتوقيتها بكل حاجتها. تعالوا نعمل البيتزات الثانيه بنفس الطعم بنفس الشكل بنفس التركيب. اروق المطبخ بتاعي، بعد كده اجيب قطعه من العجينه بسم الله على حسب الحجم اللي انا احبه، اخدمها كويس، اغطي العجينه بتاعتي لازم تتغطى. وادي صدور الفراخ زي ما احنا شايفين، كل حاجه قدامكم مباشر على طول. ممكن افردها لو ما عنديش النشابه، افردها على طول في الصينيه مش اي مشاكل لو حبينا يعني. كل ما العجينه ترتاح، كل ما يكون مخدومه، كل ما ترتاح معايا وتفرد معايا على طول بكل سهوله بسم الله. صينية تانية مدهونة زيت يا فوزي بعد إذنك. وريني شوية من الزيت. آدي الصينية، آخد العجينة بتاعتي أفردها على صينيتي، أفرد وأعمل حاجز، أفرد وأضغط على طول على طول سريعة. أعمل حوالي 20 تورت بيتزاية هنشوفها قدام حضراتكم. احسبوا بقى الحاجات اللي إحنا كلفناها واحسبوا التوقيت. حاجات سريعة وسهلة واقتصادية في نفس الوقت جدا 100%. هنعملها بالتونه، وهنعملها بالترك المدخن، وهنعملها بالسوسيس، وهنعملها بصدور الفراخ، وعملناها باللحمه المفرومه. تمام. وصل 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 وصل. حاضر عينين. تسلم تسلم يا كبير تسلم. بعد كده نبدا بفتحات فيش بالشوكه وننزل بيها. الصلصه بتاعتي الثانيه بتتعمل من عصير الطماطم، حوالي 3 فصوص من الثوم، بننزل في الزيت او في السمن معلقه من الزبده، 3 فصوص من الثوم، يتحمر الثوم بتاعنا مع فلفل اخضر بيدي تركه حلوه وطعم جميل جدا. بعد كده بنزل بالصلصه تتسبك بنفس التكرار او بنفس الطريقه. بعد كده بننزل بشويه من الخل، جمال اهو. بعد كده بنزل بشويه من الصلصه نفس الطريقة. افرد يا فوزي افرد يا فوزي افرد بتزات افرد افرد وهات لي الصواني على طول جاهزة على طول. احنا كده وريناهم ازاي فرد العجينة وازاي العجينة ذات نفسها. امكانياتنا بسيطة على قد ايديكم، بتكاليف بسيطة برضو على قد ايديكم. الكاتشب او الصلصة على حسب ما تحبوها او على حسب ما تعملوها. بعد كده بنزل بالحشوات، هنزل بالترك المدخن مع البيف او اللانشون على حسب ما تحبوه. هنختار الاثنين مع بعض، ادي اهي، يبقى دي الثانيه. اجيب اللانشون او البيف واجيب الترك المدخن واعمل نظام رول كامل بسم الله. حشوه، بعد كده اجيب الترك المدخن اللانشون، بعد كده احط الترك المدخن، بعد كده اعمل رول بسم الله على بركه الله. نفس التكرار اهو نوريها لحضراتكم. بعد كده اجيب السكينه يا فوزي، سكينة وين يا ابني؟ واقعد اعمل طرنشات صغيرة كده اهو. نعمل حشوات حلوة كده جميلة مشكلة من كله، واجيبها اروح مشكل من الترك المدخن واللانشون او البيف على حسب ما تحبوها. نفس التكرار. بعد كده انزل بالبصلة، واحد عدد من البصل. حبيت احط شرايح طماطم احط شرايح طماطم مفيش اي مشاكل بسم الله. كده الفراخ عندي خلاص استوت. التانية يا فوزي الله ينور، اطلعها. والسوسيس شغال على النار الهادية بسم الله. حطينا اللانشون والترك المدخن، موجود جدا في السوبر ماركات مليان، ربنا يزيد الخير عليكم دايما على طول. بعد كده بجيب هنضيف عليها شرايح من الطماطم الخفيفة. شكلوا على حسب ما تحبوا اعملوها. أي حد يحب أي حشوات أي حاجات يبدع في العجينة اللي احنا عملناها تطلع معاكم جميلة جدا جدا إن شاء الله. بنفس المقادير
بدون اختلاف في المقادير النهائي، قلنا بالمعيار وقلنا بالميزان، كيلو من الدقيق متضاف عليه معلقه من الخميره متضاف عليه 3 معالق من السكر، قلبناها الخميره مع السكر كويس جدا. بعد كده ضفنا المعلقه من اللبن، معلقه من اللبن البودره على الدقيق، وضفنا ربع معلقه من البيكنج باودر. بعد كده ضفنا الحشوات المختلفه من السوسيس والفراخ والجزر، يدي شكل جزر جميل، الجزر بيقوي النظر حاجه حلوه. بعد كده شويه من الزيتون، بسم الله، الله ينور يا فوزي، ايوه كده الشغل الجميل ده، البيتزا دي ليك دي يا فوزي. ها شوف بقى، ابدا فيها، شوف حشواتك تحب ايه، تاكل ايه، قول لي تاكل ايه، مش عايز تاكل، مش عايز تاكل صح. سنه من التوابل خفيف. استاذه سلمى السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟ ازاي صح يا ست الكل، مرحب بيكي. الله يخليك، احنا من لوكسور يا شيخ، احسن ناس والله العظيم، احسن ناس، بلد لوكسور بلد الرجاله، مرحب بيكم، بلد الاثارات، مرحب بيهم. الله يخليك يا شيخ. امورينا يا ست الكل؟ عايزين بركه البيتزا بالخضار يا شيخ. بالخضار عينين؟ ها نفس الطريقه، حاضر عينين عينين، هقول لك بالخضار، استاذ انا نسيت اجيب الخضار معايا، حاضر يا ست الكل عينين. هي نفس العجينه والخضار اللي تحبيه بيتشوح معانا زي نفس طريقه الفراخ بالظبط في البصل والحاجات ديت. حبيت اعمل بالبسله والجزر والبطاطس، بشوحها بالبصل والجزر والحاجات الحلوه ديت، بعد كده بنزل عليها بالبيتزا. هي عباره عن عجينه او سندوتش بعملها، العجينه بتاعتي هي في ايطاليا، الحاجه المحبوسه من جواها او الحشوات بما يشتهيه زي ما انتم عايزين، يعني بمعنى اصح الحاجه اللي تحبوها اعملوها، هنعملها. شكرا لاتصالك يا ست الكل، حاضر. ادي البيتزا الثانيه نمبر 2، هنخفف من الموتزاريلا شويه. بعد كده الجبنه الكريمي، الجبنه الكريمي صوص الكريمي جميله جدا، بتدي طعم وتركه حلوه. لو مش حابين موتزاريلا بجيب المثلثات، الجبنه المثلثات، واعملها احطها في الفليزر وابشرها، بعد كده اضيفها مكان الموتزاريلا، بتطلع معاكي برضو طعم جميل ولذيذ جدا 100%. وادي المثلثات اهي، نفس التكرار، ندي نفس الحشوات عند الموتزاريلا، هديها الطعم والتركه الحلوه. بعد كده الجبنه المبشوره عليها من فوق، بسم الله. ادي الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، على طول شغالين على نفس الطعمات، الطعم الجميل والحاجه الحلوه. ادي البيتزا الثانيه وادي البيتزا الثالثه. بعد ما عملناها وعملنا السور بتاعها هو نفس التكرار، الحشوات اللي تحبوها نشوحها على بنفس التكرار او بنفس الطريقه زي ما احنا عملنا الفراخ وعملنا السوسيس وعملنا اللحمه بالبصل والفلفل والجزر، بنفس التكرار بنفس التركه اهي، تشويحه خفيفه على طول، نسوي الحاجه بتاعتنا عشان البيتزا معانا ما بتاخدش توقيت كتير. طلعت البيتزا بسم الله. الجمال والدلع كله في الصحه والجمال بنفس الشكل، عايزين تطلعوها رايقه شويه عن كده مفيش اي مشاكل، هنوريها لكم في المطاطيه كامله اهي. وادي الثانيه، الريحه بقى والطعم احكموا عليها بنفسكم، هتشوفوها وهتحكموا عليها. المقطع فين المقطع؟ بسم الله، على نفس الطريقه وبنفس الطعم وبنفس اللذاذه، بسم الله بسم الله، احلى كلام اتعلمناه. بسم الله بسم الله، احلى كلام، زي ما احنا شايفين اهو، طبعا ما طلعتش حاجه، الشكل والطعم لذيذ ان شاء الله، يطلع 100% جميل، تطلع رايقه شويه، وهنطلعها على المطاطيه ان شاء الله برده، مش هنسيبها على نفس الطريقه. كده خلصنا باللحمه المفرومه وخلصنا بال ما طلعتش مطاطيه ليه يا عم عزب؟ ايه السبب؟ قول لي قول لي. اهم حاجه الجبنه الموتزاريلا يكون جبنه مصدرها موثوق او جبنه تكون كويسه، هنعملها برده ان شاء الله هتشوفوها الوقت قدام حضراتكم بنفس الحشوات ونفس الحاجات الجميله. كده خلصناه، ادي نفس النظام، هكرر نفس التكرار، البصل الفلفل الحشوة هنعملها بالفراخ، بسم الله.
النار عندي طول ما هي عاليه فوق الجبنه ما ينفعش ان هي تستوي السوا كامل زي ما احنا شايفين قدامكم دلوقتي على طول حالا، حتى في العيوب بنوريها لكم هتشوفوها. بصل، والفلفل، وشرايح الطماطم، شرايح الطماطم نعملها بالجبنة، نعملها بصوص الجبنة، بصوص الكريمي، مفيش أي مشاكل. بعد كده أنزل بالجبنة، هنزل بقى المرة دي بالمثلثات وانزل بالكريم الاول. افصل النار. انزل بالجبنه الكريمي عشان نشوف ايه الموتزاريلا بتاعتنا واحوالها في المطاطيه. امسك يا فوزي كده. استاذ رجب السلام عليكم. سلام الله يا سيدي. مرحبا يا استاذ رجب، مرحب بيك. بحييك وبحيي الشيف الصغير الحلو اللي جنبك ده. الله يحفظك يا كبير، الله يحفظك، ربنا يزيدك. وبحيي فريق الاعداد المحترم واحد واحد بتاعك والله الشيف. الله يحفظك، الله يحفظك يا عم رجب. بقول لك تسلم يدك على كل حاجه بصراحه تعلمناها منك. الله يبارك لك يا عم رجب، الله يبارك لك. ربنا بقول لك انت معلم منك بنتعلم. الله يحفظك، الله يحفظك، كلك ذوق والله، كلك ذوق. والله قناه الشمس جميله باللي فيها بصراحه، فريق الاعداد المحترم وجميع مشاهدينا والله. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك يا عم رجب، ربنا يبارك لك، كلك ذوق والله، كل سنه وانت طيب ودايما بالصحه والسعاده يا رب. الله يبارك فيك يا شيف، عايز خدمة منك يا شيف. اتفضلنا اتفضل. العصير بتاع البطيخ والشمام يا ريت يعني الطريقة بتاعتهم الحلوة ليهم يعني. عينينا عينينا يا حاج، حاضر حاضر، عصير والمربى كمان. شكرا شكرا شكرا. تحت أمرك تحت أمرك يا عم رجب، عينينا عينينا. كل سنة وأنت طيب، عينينا، شكرا لاتصالك يا فندم، شكرا لاتصالك. بعد ما طلعنا البيتزا بتاعتنا المطاطية اللي مش عايزة تطلع معانا، هنشوف العيب بتاعها دلوقتي حالا، نطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم مع البيتزات لسه الطعم الكتير أول مطاطية لسه ما عملناهاش، مستمرين معاكم مع الحل، نطلع فاصل ونرجع على طول. ورجعنا مع حضراتكم بعد ما عملنا عجينة البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية 100%، عملنا كيلو من الدقيق متضاف عليه معلقة من اللبن البودرة، متضاف عليه واحد عدد من البيض، متضاف عليه معلقتين من زيت الزيتون، رشة من الملح، ربع معلقة من البيكنج باودر، السنتر الرئيسي بتاع البيتزا عملناه. بعد كده ضفنا 3 معالق من السكر، متضاف عليها معلقة من الخميرة. بعد كده قلبناها كويس جدا، ضفنا المواد الجافة كلها مع بعضيها وقلبناها تقليب كويس. بعد كده ضفنا الخميرة مع السكر ونزلنا مع على الدقيق حوالي 2.5 كوباية أو 3 كوبايات على حسب ما العجينة تاخد الملمس الناعم القوي. بعد كده عملنا الحشوات المختلفة من السوسيس ومن الفراخ ومن اللحمة المفرومة، ولسه مستمرين على طول من الترك المدخن وكل الحاجات الجميلة. تعالوا بقى نعمل في وسط الحلقة عشان البسبوسة تستوي معانا سوا كويس وتطلع قدام حضراتكم. هنعمل صينية بسبوسة صغيرة كده جميلة بالسمنة البلدي، وازاي نعرف السمن البلدي وازاي البسبوسة بتاعتي ما تشققش او ما تنشفش هنشوفها مع قدام حضراتكم. اول حاجة معايا نص كيلو من السميط، حوالي 4 كوبايات من السميط، 2 كوباية من السكر، 2 كوباية من اللبن الحليب، 1/2 كوباية من السمنة، 2 معالق من العسل الجلوكوز، 2 معالق العسل الجلوكوز حطيناهم على النار مع الحليب، هنضيفهم مع السمنة بنفس التركة بنفس التكرار، وأقلب كويس جدا على النار. نقلب على النار زي ما احنا شايفين بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، مش محتاجة حاجة، مجرد ان هو الحاجات كلها تدوب مع بعضيها، السمنة مع السكر مع العسل الجلوكوز. لو حضراتكم مفيش عندكم عسل جلوكوز، بنضيف حوالي 1/2 كوباية من المية على 1/4 كوباية من المية على 1 كوباية من السكر على ليمونة، ونسيبها على النار شوية تاخد اللون الشفاف التقيل. هو كده العسل هيطلع معانا برضو حلو، لكن العسل الجلوكوز بيدي سماكة او اللون او الطعم، اللون معلش اللون اللامع، بيدي لون لامع وبيخلي سمك البسبوسة بتاعتي ما تبقاش مفرولة مني خالص. العسل الجلوكوز جميل وبيتباع في خامات الحلواني بثمن بسيط جدا واقتصادي جدا. بعد كده بجيب 2 كوباية من السكر بالمعيار، 1/4 كيلو كميزان، والمعيار يبقى كده البيتزا بتاعتي هتطلع مطاطية مش مزاجها.
عشان لازم يكون قريبه من الشوايه بتاعتي، ما تكونش عاليه عامله معاها. الحق يا عم بس اقلب السكر مع اقلب السكر مع الحليب والسمنه والعسل الجلوكوز بعد ما ضفناهم على النار. الله ينور. وما قدام حضراتكم مقادير البسبوسه على طول مباشر على الهواء. شكرا يا ساره، الله ينور. صح صح بقى. اقلب كويس اهو، زي ما كل ما نقلب كل ما تاخد البسبوسه يكون ناعمه وحلوه في التقليب بتاعها. بعد كده انزل بجوز الهند والسميط، بسم الله على بركه الله، زي ما احنا شايفين اهو، واقلب كويس المقادير كلها مع بعضيها. العجينه بتكون لينه، ما يكونش متماسكه. ادي عجينه البسبوسه اهي. اللي حابب يحط زبادي بيشيل كوبايه من اللبن وبيحط كوبايه من الزبادي، مفيش اي مشاكل، بنفس التركه بنفس الطريقه اهي، بحشواتها وبحاجاتها الجميله. بعد كده اجيب الصينيه بتاعتي، اي صينيه يكون متوسطه، مثلا مقاس 24. انزل طبعا هتاخد سمك كبير، هنعملها على صينيتين بنفس الطريقه. لازم السمك بتاع البسبوسه حوالي بياخد سنت بالظبط، ما يكونش السمك كبير. بالسمنه البلدي والريحه الجميله. بعد كده ببدا اخبطها طبقتين ثلاثه، افرغ منها الهواء كامل. بعد كده هندخلها الفرن على درجه حراره 180، مفيش درجه حراره، بنحطها في نص الفرن بالظبط. في نص الفرن، فين الكلب ظبط؟ الكلب ظبط. بنحطها في نص الفرن بعد ما نطلع البيتزا عشان نوريها قدام حضراتكم على طول مباشر كده. البيتزا بتاعتي مظبوطه 100%، هطلعها عشان لو ما طلعتش مطاطيه ده كده يبقى كده استوت من تحت صح، وبدات من فوق خدت الالوان اللون الاحمر الخفيف، هنشوفها قدام حضراتكم على طول اهو. الفرن هيقع. بسم الله. منديل كمان يا فوزي، فين الحاجه بتاعت الفرن؟ قلب زي يا فوزي، قلب زي يا فوزي. زي ما احنا شايفين كده، ودي الجمال بقى والدلع كله اهو، الحاجات الجميله اهي. والبسبوسه هنحط على الشبكه في نص الفرن، بسم الله. درجة حرارة 180، هنوريها قدام حضراتكم دلوقتي حالا عشان كل حاجة تتعمل قدامكم، حتى في عيوبها مفيش أي مشاكل. كلبز الأحمر، في كلبزات تانية. بسم الله، خليك جدع بقى. نقطعها خفيفة، العجينة بتاعتي خفيفة وهشة وجميلة. والجبنه بقى خليكي جدعه يا عم يا لب. بسم الله على بركه الله على من. بسم الله، اطلع يا حاج. سخنه لسه بالريحه الجميله بتاعتها. بسم الله، اطلع. نفس الطريقه ونفس المطاطيه المره دي، ده كده ما فيهاش عيب. العيب كان أو الخطأ الأولاني، الخط زي ما احنا شايفين مطاطي. اطلع يا جميل وانزل يا جميل في الساحة، هو ده الحاجات الجميلة، المطاطي الطبيعي مع إنها جبنة بسيطة وقليلة لكن ما بتستويش سوى كامل. كده احنا عرفنا الخطأ قدام حضراتكم، حبيت إن أنا أوريه لكم عشان ما حدش يقول لي دي مطاطية أو مش مطاطية، بنفس التكرار بنفس الدلع. الحاجات الجميلة الأولانية خدت وش كامل، الأولانية خدت وش كامل ليها، اللي هي كان وش يكون محمص شويه او يكون معمول شويه، لكن ديت مجرد ان هي خدت فتحات بسيطه من الجبنه، هتطلع معاكم بنفس التركه، طعمها لذيذ وان شاء الله هتعجبكم 100% بنفس التكرار او بنفس الطريقه. هنطلعها حبيب الكلبزات كانت هنا. طيب يا عم يا فوزي مش تقولي في كلبزات، ينفع كده؟ كده العجينه بتاعتنا او عجينه البيتزا معانا، عشان تنجح معانا وتطلع مطاطيه ومفيش اي شكوى فيها لازم تكون قريبه جدا من البلاطه بتاع الفرن، يكون بعيد عن الشوايه. لو حضرتك ما عندكيش الشوايه بتشتغل مع الفرن يكون افضل. نشغل نسويها الاول تاخد الحروق بتاعتها، تاخد اللون الذهبي من تحت او تلم سنه بسيطه. بعد كده بولع عليها الشوايه مجرد دقيقتين ان هي تاخد تسويه خفيفه. الجبنه ما بتستويش، كل ما بتستوي الجبنه كل ما ما بتطلعش معانا المطاطيه الكامله. بنفس التركه وبنفس الطريقه عايزين نطلعها كده. دي بردت خلاص، هنشيلها. بسم الله، اسلك الحروف كامل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم المعجنات يوم جميل ولذيذ وممتع، بيحبوها جدا الأطفال وبيحبوها الكبار. طلبات البيتزا كتيرة. بسم الله على بركة الله. انزل عشان نعمل بيتزا كمان. مكان الصينية عجينة خفيفة هشة. الطبق بتاعنا صلى على النبي. وهذا القطعة التانية بنفس الشكل ونفس الدلع. تطلع العجينة سهلة، ظبط على طول على طول باستمرار. الله ينور. وعملنا كده كده عملنا البيتزا بتاعتنا بطريقة سهلة. كيلو من الدقيق متضاف عليه كوباية من معلقة من الحليب البودرة. لو حبيت تعجنوا بالحليب وما تضيفوش الحليب البودرة مفيش أي مشاكل، احنا عجننا بالمية. كوباية معلقة من الحليب البودرة، رشة ملح، معلقة ثلاث معالق من السكر، معلقة من الخميرة. ضفنا الخميرة مع السكر مع المية، قلبناها كويس. بعد كده ضربنا أو عملنا الدقيق مع اللبن البودرة مع رشة الملح مع كله، قلبناه مع بعضيه ونزلنا بالسكر والخميرة والمية وعجناه عجنة يكون ملمس ناعم مع معلقة من الزعتر. أساس الزعتر عشان بيدي الريحة والنكهة الحلوة الجميلة، طبعة أصلة وحاجة حاجة يبقى يكون طعمها كويس وجميل. بعد كده ضفنا عليها الحشوات المختلفة من السوسيس ومن الفراخ ومن اللحمة المفرومة ربع كيلو من كل حاجة. بعد كده عملنا البسبوسة بتاعتنا وهي عبارة عن ادي البيتزا كاملة اهي. ممكن احط على النار وتسويها برضو نفس النظام ونفس الطريقة. بعد كده عملنا البسبوسة وهنعمل الشربات بتاعه على طول حالا. هات كوبايتين من المية. عملنا البسبوسه نص كيلو من البسبوسه متضاف عليه ربع كيلو من السكر، معلقتين من جوز الهند، حوالي معلقه كوبايتين من الحليب، نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه من العسل. ضفنا العسل والسمنه والحليب، قلبناهم على النار لحد ما خدوا كمان واحده، قلبناهم على النار لحد ما خدوا القوام السائل خالص، كله اتمزج مع بعضيه وكله عمل مع بعضيه اندمج مع بعضيه. بعد كده نزلنا عليه بربع كيلو السكر تاني، عايز سكر. نزلنا عليه بربع كيلو السكر وقلبنا كويس جدا السكر عشان تاخد الملمس الناعم والحاجه الحلوه الدايبه. بعد كده ضفنا عليها الصميت مع جوزة الهند وقلبناها كويس جدا على طول مباشر. بعد كده ضربناها او فرغنا الهواء منها مرتين او ثلاثه ودخلناها الفرن قدام حضراتكم على طول مباشر، كل حاجه قدامكم. نرجع للبيتزا بتاعتنا العجينه الثانيه الكامله اللي احنا لسه عاملينها برضو نفس النظام. ادي العجينه اللي لسه يا دوب عجننا حالا. اعجن العجينه بتاعتنا عشان اعمل البيتزا. من حوالي كيلو من البيتزا يعمل بيتزات كتير بكل اصنافها بكل اشكالها والطعم بتاعها الجميل المتضاف عليها الزعتر ومتضاف عليها اللبن البودره وزيت الزيتون والبيضه. هي نفس الطريقه، كل ما يرتاح العجين كل ما العجينه بتاعتها تطلع مطاطيه وجميله. نفس الطريقه اهي. بسم الله. وادي نار مولعة. وخلاص كده. وادي الشربات بتاعنا. حطينا حوالي كوبايتين من المية على كوباية من السكر على معلقتين من عسل الجلوكوز. نفس النظام ونفس التكرار. كده عملنا البسبوسه وعملنا الشربات بتاعها. هتطلع البسبوسه مباشر على طول مع الشربات السخن، الاثنين مع بعضهم هنسقيهم على حسب الشربات اللي احنا نحبه. هي بتضاف عليها حوالي كوبايتين من الميه على كوبايه من السكر. هنسقيها لحد ما تضطر معانا. والشربات قدام حضراتكم على الشاشه على طول مباشر اهو. دايما بتفاجئنا يا ساره، دايما بتفاجئنا. قدام حضراتكم على طول الشربات على الشاشه. يبقى احنا عملنا الحلو وعملنا الحادق من بنقطف من كل بلد زهرة. سيبها شوية، سيبها ما تفتحش عليها. نحبس أو نعمل السور بتاعها كامل بنفس الطريقة. حبينا نحط الكاتشب ماشي، حبينا نحط صلصة بالثوم ماشي.
معلقتين من معلقه من الزبده على ثلاث فصوص من الثوم على ثلاث فصوص من الثوم، ونخلي الثوم يتحمر معانا تحمير كويس. بعد كده بننزل بعصير الطماطم، وادي الصلصه الثانيه كده. خلاص خلاص ولسه ساره ورا كده. خلاص وادي الزيتون. الحشو بتاعتنا هنعمله بالجبنه او بالتونه، خليها بالتونه المره دي، عملناها بكل الاصناف او بكل الاشكال، المره دي بالتونه بتاعتنا. هنضيف عليها بصله ناعمه، فلفل اخضر على التونه ذات نفسها، سندوتش كامل. كده عملنا البيتزا بكل اشكالها، بالسوسيس وبالفراخ وباللحمه المفرومه وبالجبنه، وعملناها بالزيتون بس خالص زي ما قدام حضراتكم اهو، الاولانيه خالص بالزيتون، وعملناها باللحمه المفرومه. اللي يحب اي حشوه حبيتوا تعملوها بالخضار اعملوها بالخضار. وادي التونه الثانيه نفس التكرار، الفلفل الاخضر والجزر والبصل. فلفل اخضر حار او بارد. اقلب وانزل بالتونه، المكعبات او الشرايح او اي حاجه تحبوها زي ما احنا اتفقنا مع حضراتكم. الطعم الثالث او الخامس من البيتزات، ولسه العجينه بتاعتنا مستمره معانا. نعملها رول، نعملها اي شكل تاني زي ما تحبوها، عملناها بطرق كافه. بعد كده انزل بالزيتون، بعد كده انزل بالجبنه، مش جبنه، المبشوره. لو ما بحبش الموتزاريلا من غير موتزاريلا خلاص اهي، بالجبن بس والتونه او الخضار والجبنه عليها من فوق نفس التكرار. وادي الجبنه الكريمي، اضيف لها شويه من الميه بسيطه. النهارده فوز والله، تصايم النهارده يا رب يكون استفدتوا، ويا رب يكون كلامنا خفيف على قلوبكم خفيف على جيوبكم. ساره ومحدش خلي معايا، مش معايا خالص. خلاص كده ولا لسه؟ لسه؟ لسه ولا خلاص؟ عايزين نطلعها قبل ما ناخد. والله جبنه، وادي اللحمه المفرومه، وادي السوسيس، وادي اشكالنا بالوانها وطعمها الجميل. بس هتطلع بس لسه مستمرين على طول على فكره. لسه كده خلصنا كيلو كيلو كيلو، خلصنا كيلو البيتزا او كيلو العجين. عمل معانا 2 4 6 7 7 من البيتزا، من كيلو عجين سبع اشكال، سبع اصناف، سبع اطعام. اختاروا الطعم اللي انتوا تحبوه مع البسبوسه. هنلحق نخليها تطلعها مش هنلحق صح؟ الوقت معاكم خالص بسرعه. البسبوسه هتطلع ان شاء الله نصورها لكم. اللي حابب يعرف كتير او معلومات كتير عن الطبخ والطهي يخش على اكله بسيطه مصريه على اليوتيوب او على الصفحه الرسميه لمطبخ الصحه والجمال للشيف ماجد فوزي حمزاوي. شكرا لحسن مشاهدتكم، شكرا لكم جدا. ان شاء الله نلقاكم في ميعاد قريب جدا باذن الله مع اكلات الشوارع. لسه مستمرين احلى الاكلات في الايطالي او من كل ثمره وكل بلد، هنقطف ثمره جميله من بستاننا الخاص بطريقتنا الخاصه الجميله. شكرا لكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.